راح تلاحظوا معي هنا في شاشة عملاقة مقاسها 31 إنش. هذه النظام السينمائي BMW 2007، هاي نسخة 760، نسخة الM Performance Package. جميع أبواب السيارة صارت تفتح بطريقة كهربائية، تضغط الضغطة هاي، شايفين السيارة كيف فتح. خلنا نفرجيكم واحد من أبرز الأمور الجميلة بسيارة 760 اللي هو مقاعد تبعت الصف الثاني. شوف الدلع يا حبيبي، شوف الدلع. طبعا هدول كابتن سيتس، يعني هاي عليها بيكون في اوبشن تيجي ريكلاينر، المقعد تماما بيطلع لك سنادة الاقدام. وشايفين في عندنا وحدة تحكم هون، هاي وحدة تحكم تحكم فيها بالتكييف وكل الامور الثانية. وايضا راح تلاحظوا معي هون في شاشة عملاقة مقاسها 31 انش، هذه النظام السينمائي. تخدم طبعا الامازون فاير، تخدم النتفليكس، كونكتد على ال 5G، على الانترنت. بامكانك طبعا كلها تاتش سكرين، بامكانك تشوف كل شيء بدك اياه، درجه حراره وكل الامور هاي. وانت اول ما تفعل الشاشه العملاقه هاي، فورا الستائر الخلفيه تاعت النوافذ وايضا الستاره الموجود بالخلف تطلع للاعلى، على اساس تعطيك اضاءه افضل، تشيل تماما الريفليكشن وتعيش تجربه سينمائيه كامله. طبعا بامكانك اذا فعلت الامازون برايم او النتفليكس على السياره من خلال الانترنت، اذا بتحضر شغله في بيتك بترجع على السياره بتكمل الحلقه محل ما وقفت بالضبط، فكونكتد 100%. طبعا السماعات موجوده بالمقاعد، فبتعطيك افضل نظام صوتي ممكن. وايرلس تشارج موجود بالمنطقه هاي، عندنا هون ايضا اماكن تخزين مع شواحن. وهاي السياره من الامام، شوف التصميم تبع الداشبورد الامامي لنسخه الM60. طبعا الشاشه هاي الموجوده زي ما خبرتكم، انت بامكانك تتحكم كل شيء. فمثلا اذا انا بدي اعملها فولد باك للشاشه، ضغطه زر بسيطه، شوفوا وين تنتقل الشاشه، تتحول تنتقل تتعلق بالسقف السيارة بطريقة أنك أبداً ما تأثر عليك كراكب. تركب أنت بالسيارة ما بتأثر أبداً عليك كنظرة للخارج تبع السيارة. طبعاً كنتارة، جلود، فخامة، شوف المقاعد، شوف الكربون فايبر الموجود على المقعد من الناحية هاي. خلنا ننتقل على المقصورة الأمامية، نفتح باب السيارة أيضاً كهربائي، كبسة زر بسيطة. طبعاً المقصورة الأمامية بتلاحظوا معي الشاشات 13.1 إنش تقريباً لكل شاشتين. الكريستال اللي هون تتحكم فيه بالشاشة بإمكانك أيضاً من خلال الجستر كنترول، وأيضاً من خلال الأزرار، وأيضاً من خلال الأنظمة الصوتية. عم بتلاحظوا المنطقة هاي موجود فيها الكب هولدرز بطريقة أنيقة جداً، تشوفوا حتى الكروم الموجود هون. عندي وايرلس تشارج، وبإمكانك أنت كمان في مكان تخزين بسيط. عندنا بالمنطقة هاي مكان تخزين بسيط مع شواحن USB. شوف كبسة الفوليوم ما أرقاها، طبعاً كله كريستالي، الجير كله كريستالي كمان، هاي القطع مميز جدا. عندنا هذه المنطقة هاي شايفينها كاملة، اسمها انتر اكتف بار. شو يعني انتر اكتف بار؟ هذه المنطقة كاملة يا جماعة بتعطيك اضاءات. فمثلا اجاك مكالمة تلفونية بتصير تضوي لك مثلا باللون الازرق، فبتكون متفاعلة معك. مثلا عليت من التكييف او خفضت من التكييف، السيارة اللي معي مو شغالة حاليا، فهذا السبب انه مو قادر افرجيكم اياها. ولكن هاي كلها عبارة عن اضاءات وبطريقة انيقة جدا، مع الملمس هذا تبع الكربون فايبر، الجلود اللي بالاعلى والكروم والتطريز. يعني بصراحة BMW بتاخد سيارتها الفئة السابعة لمرحلة جديدة من الفخامة.